ايتمي السما ازول في اللون تمني خاونة التلين بخير وعلى خير صح لهنا طرحت البال اسدري خداوني خ فيديو خميس ما غات سالم سمازيغ يعني بزاف ميدن بغان ادي سينن ميس ما غات سيول سمازيغ هاد سول سمازيغ جي شون كيدي التنقورة الفيديو تاني ميرت فين ماني 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 غادي نوضفو فين في مثال مثلا فين غادي مثلا بغيتي تسول تقول فين غادي ماني غير تقورت ماني غير تقورت ماني هي فين غير تقورت غادي فين غادي ماني غير تقورت ماني غير تقورت منين منين بالأمازيغية مانيس مانيس غادي نشوفو منين مثلا في مثال باش نفهمو اكثر منين جيتي بغيتي تسول منين جيتي بالأمازيغية مانيس زكيت مانيس زكيت مانيس هي منين زكيت جيتي منين جيتي مانيس تكيت مانيس تكيت وقتاش وقتاش ملمي الأمازيغية ملمي 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 مثال وقتاش جيتي وقتاش جيتي بالأمازيغية ملمي عيد تراحت ملمي عيد تراحت ملمي هي وقتاش ملمي عيد تراحت إمتى إمتى بالأمازيغية ملمي ملمي بحالها بحال وقتاش ملمي إمتى وقتاش نفس الشي كتقال بالأمازيغية ملمي مثال إمتى غتناس أو وقتاش غتناس إمتى وقتاش نفس الشي بالأمازيغية بغيتي تسول تقول ملمي غتجند ملمي غتجند ملمي غتجند ملمي هي إمتى أو وقتاش نفس الشي أغتجند وقتاش غتناس ملمي غتجند معامن أوكد أوكد بالأمازيغية أوكد في مثال كذلك معامن ساكن مثلا بغيتي توظف هاد معامن في مثال بغيتي تسول مثلا بغيتي تقول معامن ساكن بالأمازيغية أوكد زدغت أوكد زدغت أوكد هي معامن زدغت هي ساكن أوكد زدغت مثلا سؤال واش بالأمازيغية إيس إيس واش هي إيس إيس مثلا بغيتي تسول واش كليتي واش كليتي بالأمازيغية إيس تشيت إيس تشيت واش كليتي إيس إيس هي واش إيس تشيت إيس تشيت مثال آخر ديال باش بغيتي تسول واش مثلا واش صليتي إيس تزولت إيس تزولت ديما كيف ما كتنستعملو في الدارجة واش باش نسولو الأمازيغية هي إيس إيس تزولت إيس تشيت إيس تزولت هي واش صليتي إيس تشيت وهي واش كليتي
سؤال آخر، شكون؟ شكون؟ بالأمازيغية ماغمز، ماغمز، ماغمز. نشوفه كذلك في مثال، مثلا شكون هذا اللي كيدق في الباب؟ شكون هذا اللي كيدق في الباب؟ بالأمازيغية ماغمسواني تتزندي تورت، ماغمسواني تتزندي تورت، ماغمسوا ني تتزندي تورت. شكون هذا اللي كيدق في الباب؟ كيف ما كتشوفوا ماغمس هي شكون. مثال اخر باش نفهمو اكثر، شكون هذا؟ كيفاش كنبغيو نسولو شكون؟ مثال شكون هذا، ماغمسويا الأمازيغية ماغمسويا أو ماغمسوا يعني شكون هذا. كيف ما كتلاحظوا أن شكون ديما فاش كنوضفوها في شي مثال بالأمازيغية ماغمس، شكون هي ماغمس. بغيتي تسول شنو وتستعمل في السؤال ديالك شنو، بالأمازيغية متى، متى، شنو، متى، متى. غادي نوضفوها في مثال باش تفهموا اكثر. شنو هذا؟ مثال شنو هذا بالأمازيغية متاوية، متاوية. كيف ما كتلاحظوا معايا شنو هي متى، اي سؤال بغيتي تسولو متى هي شنو، متى نقولوا متى وكتسول السؤال اللي بغيت. مثال اخر باش تشوفوا كيفاش كنوضفوا هذا شنو او متى بالامازيغيه في المثال. شنو كاين هنا، شنو كاين هنا، متى ويادا، متى ويادا، متى كيف ما كتعرفوا هي شنو، ويادا هي كاين، شنو كاين هنا، متى ويادا. مهم ديما فاش كتبغيو تسولوا شنو هي متى، متى. نزيدوا هذا المثال بالنسبه لشنو، شنو داك الشيء مثلا، متى وين، متى وين. كنكثر امثله باش نيت في نفس الوقت تاخذوا مصطلحات ومفردات جداد. يعني كيف ما كتلاحظوا ديما شنو هي متى، بغيتي تبدا السؤال بشنو بالامازيغيه هي متى، متى، متى وين، شنو داك الشيء. السؤال اخر عند من، بغيتي تسول تقول عند من. اوغر الامازيغيه اوغر، اوغر. نشوفوها في مثال، مثلا عند من مشيتي، عند من مشيتي، اوغر تراحت، اوغر تراحت. عند من هي اوغر، مشيتي هي تراحت، اوغر تراحت. مهم بغيتي تسول عند من السؤال ديالك ديما كتقول اوغر، اوغر. عند من مشيتي اوغر تراحت. مثال اخر بالنسبه لعند من، بغيتي تسول مثلا عند من غتغدى. كيف ما كتشوفوا ديما كنبداو باوغر، اوغر غتموشلوت، اوغر غتموشلوت. عند من غتغدى، غتموشلوت، اوغر غتموشلوت، يا عند من غتغدى. الغدا هو موشلو يعني غتموشلوت، اوغر غتموشلوت. بغيتي تسول كيفاش، زعما بغيتي تسول على شي حاجه وقلتي كيفاش، الامازيغيه ميسم، ميسم. اي سؤال كيبدا بكيفاش كيبدا بالامازيغيه ميسم. بغيتي تسول على شي حاجه وقلتي كيفاش، هي ميسم، ميسم. غادي نشوفوا هاد ميسم في مثال. مثلا كيفاش درتي مشيتي لميريكان، كيفاش درتي مشيتي لميريكان. هاد السؤال ديما كتطرح عليا داكشي باش درتو. مثال بالامازيغيه ميسميتي طرحت غير ميريكان، ميسميتي طرحت غير ميريكان. ميسم هي كيفاش، كيفاش، ميسم.
بغيتي تسول علاش 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 ما الأمازيغية ما ما ديما بغيتي تقول علاش هي ما ما مثلا بغيتي تقول علاش سديتي الباب علاش سديتي الباب بالأمازيغية كنقولوا ما هيتقنت تاورت ما هيتقنت تاورت ما هي علاش هيتقنت تاورت سديتي الباب علاش سديتي الباب يعني الجملة واضحة. نشوفوا مثال آخر ديال علاش باش نفهموا أكثر. مثلا علاش ما كتسمعليش مثلا بغيتي تسول قلتي علاش ما كتسمعليش نفس الشيء الأمازيغية علاش هي ماه ماه وليت سليت غري ماه وليت سليت غري يعني الواحد يعقل علاش هي بالأمازيغية ماه ماه. وبالنسبة لهذا السؤال فاش كنبغيو نسولو على شي حاجة شحال هادي شحال الثمن ديال الخضرة ولا باللغة العربية كم ثمن وكدا هي في الأمازيغية نفس الشي شحال لأن هاد الأدب ديال السؤال هو أصل أمازيغي ماشي عربي شحال كنلقاوها في الدارجة وفي الأمازيغية يعني شحال أداة ديال السؤال أصل أمازيغي. مثلا شحال جلبانة الأمازيغية كتبقى نفس الشي شحال تينيفين شحال تينيفين تينيفين هي جلبانة شحال هي شحال نفس الشي بحال في الدارجة بحال في الأمازيغية لأن هذا كما قلت لكم كيبقى أصله أمازيغي. أيتمي السماء وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى من هذا الفيديو يكون نال إعجابكم وتكونوا استفدتوا منه وكما العادة ما تنسونيش بلايك واشتراك وخلوا لي تعليقكم باش نتعرفوا على مصطلحات جداد وعلى أمازيغية كل منطقة تنميرت الكون يحفظ ربي.